معانا ام شيرين، اهلا وسهلا. حضرتك ازي حضرتك يا مدام دعاء؟ اهلا يا حبيبتي. انا ام شيرين والده 4 اطفال المرضى المصابين بالسرطان 57 لقبل حضرتك. الف الف سلامه حبيبه قلبي عليهم. الله يخليك. انا كان زمان قبل اولادي ما يجيلهم المرض ده كنت انظلمت ظلم شديد. فمن الظلم دعيت على الست ان ربنا يبتلاها بالمرض الخبيث، فاولاده قاعدين جنبي. بنتي قالت لي حرام عليك يا ام، قلت لها يكرخون انتوا رخرين تروحوا ويجي لكم نفس المرض وانا كمان معاكم. لا حول ولا قوه الا بالله. بنتي وقعت، بعدها الثانيه والثالثه والرابعه وانا. وانت كمان يعني الدعوه جت بالظبط عليكم كلكم؟ كلتنا. انا كنت بدعي على الظلمه اللي هي ظلمتني، وللاسف يعني الظلمه دي بسم الله ما شاء الله يعني كويسه خالص وفي حاله جيده. وللاسف انا كمان كذبت كذب شديد علشان اعالج ولادي واعرف اوكلهم. كذبت ان ابوهم متوفي وابوهم فعلا عايش. فانا دلوقتي في حاله سيئه خالص. فادعي لي فضيلة الشيخ ان ربنا يسامحني، واي حد مشاهد يسمعني يدعي لي ان يسامحني ويشفي لاولادي ويشفيني. ربنا يشفيك يا حبيبة قلبي يا رب ويشفي ولادك. بالله عليكم. آمين يا رب. آمين. ربنا يشفيك يا حبيبة قلبي. بالظبط ده يا فضيلة الشيخ. آمين يا رب. آمين. هي ذنبي فيه. ربنا يشفيهم ويشفي حضرتك ويشفي كل مريض بيسمعنا يا رب وكل مرضى المسلمين. هو ما فهمته من السؤال إنها دعت على الأولاد. مش كده؟ هي كانت بتدعي على واحدة ظلمها إن يجيلها المرض الخبيث. فراحت بنتها بتقول لها ليه يا ماما بتدعي عليها؟ قامت قالت لها راحت دعت انه يجي لكم انتوا كمان كلكم وانا كمان. واستجيبت. فولادها بعد سنتين اول بنت جالها، وبعد كده بعد 3 سنين كلهم بقى عندهم وهي كمان. يعني كلهم الاربع عيال وهي. انا لله وانا اليه راجعون. هذه يعني هذا مثال حي. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجيب فيها الدعاء فيستجاب لكم. الرسالة الأولى لحضرتك أنه استغفر الله سبحانه وتعالى. كما دعوتي على هؤلاء الأولاد ادع لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يشفيهم ويأخذ بيدهم، وادع لنفسك. إذا كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الوالد على ولده مستجابة، فعندنا رواية بتقول دعوة الوالد لولده مستجاب. طبعا. فزي ما ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاء حضرتك في الدعوة عليهم، الله عز وجل إن شاء الله وأملنا في الله عز وجل كبير يستجيب دعائك لهم بالشفاء. ادع لهم ليل ونهار، ادع لهم أن ربنا يذهب عنهم السوء. اسجدي لله سبحانه وتعالى وادعي ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب.